للمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا عبر الهاتف أستاذة ماري لوي، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك. في البداية بنتحدث يا أستاذة ماري عن نمو في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 22% خلال العام الماضي، إيه العوامل اللي أدت لتحقيق هذه الأرقام؟ هو اللي أدى لهذا التحقيق إن إحنا نزلنا بالأسعار اللي كنا بنصدر بيها السنة اللي فاتت، فزودنا حجم الصادرات وتنافسنا مع الدول المنافسة لينا خلال نص العام الماضي، وزودنا حجم الإنتاج، يعني زاد حجم الإنتاج، فبالتالي قل سعر التشغيل، يعني التكاليف نزلت، وبالتالي زودنا صادراتنا. وكان عملنا معارض كتيرة جدا، ركزنا على المعارض العالمية خلال ال 12 شهر اللي فاتوا، طلعنا معرضين لماجيك شو في أمريكا، وده كان من أهم العوامل اللي أدت لزيادة الصادرات في السوق الأمريكي. طيب أستاذة ماري، يعني بنلاحظ أنه الولايات المتحدة كانت الدولة الأكثر استيرادا للملابس الجاهزة المصرية خلال العام الماضي، ويمكن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق، وحضرتك تحدثتي دلوقتي عن النقطة الخاصة بالمنافسة. طبعا اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز واردتها من الملابس الجاهزة المصرية بيقول كتير عن جودة هذه المنتجات، ما الخطوات اللي بيتم اتباعها لمراقبة تحسين جودة المنتج المصري واللي بتساهم في تعزيز هذه التنافسية للملابس المصرية في الأسواق العالمية؟ المصانع المصرية خلال آخر 3 سنوات قامت بتحديث إمكانياتها وماكيناتها، ودربت العمال عندها بصورة مستمرة، وطبعا في شهادات جودة بتحصل عليها المصانع المصرية بالتزامن مع زيارات دورية من العملاء الأجانب للمصانع، ففي توافق وفي تواصل مستديم ما بين المصنع وما بين العميل، لأنه العميل بيطلب طلبات خاصة، فبيقوم المصنع بالاجتهاد بزيادة طاقاته للوصول للكميات المطلوبة، زيادة الجودة، الالتزام بالمعايير العالمية في الصناعة المستدامة. مصانع يبقى فيها أغلبها كلها فيها بيبقى تدوير ومعالجة للمياه، بيبقى فيها توفير للطاقة مستمر، يعني مستمر المصانع بتجود من أدائها، فبالتالي بتكتسب ثقة العميل الأمريكاني بالذات، والمصريين تلاقي على طول سفريات مستدامة ما بين المصنع وما بين العميل، تلاقي زيارات دايما من الجانب المصري للجانب الأمريكي. وعملنا معارض في مصر كمان مهمة جدا، عملنا ديستيليشن أفريكا اللي دعينا فيه العملاء، خاصة العملاء الأمريكان، لأنه ده السوق الأكبر لينا حاليا، ولكن طبعا السوق الأوروبي من الأسواق المستهدفة والمهمة جدا بجانب السوق الأمريكي. صحيح، وده كان سؤالي الآن يا أستاذة ماري، يعني أوروبا أيضا عززت من واردتها من الملابس الجاهزة المصرية في الفترة الأخيرة، وبما أنه حضرتك ذكرتي أفريقيا، بسأل حضرتك عن الأسواق اللي تعتمد بنسبة كبيرة على الملابس الجاهزة اللي بتصدرها مصر، إيه الأسواق الجديدة المتوقع أنها تنفتح أمام هذا المجال تحديدا أمام مصر في الفترة القادمة؟ نبدأ بأوروبا الأول. أوروبا كانت صادراتها قيمتها 386 مليون دولار، ارتفعت بقيمة 31%، وصلنا ل 504 مليون دولار، وده فعلا كان مستهدف لينا، لأن التعامل مع الأسواق الأوروبية بيبقى أفضل وأسرع المصرية، وبيبقى سعر البيع بيبقى أفضل من سعر البيع للدول الأمريكا عامة يعني. فإحنا بنستهدف برضو أن إحنا نزود طاقة الصادرات لأوروبا خلال الـ 24 شهر اللي جاي، نتمنى أنها تعادل الأسواق الأمريكية خلال الفترة اللي جاية، طبعا مع مضاعفة أو مع زيادة، إحنا بنأمل ما بين 20-30% زيادة لصادرات مجمعة لـ 2023، ولكن يعني بندعو وزرائنا
ودعوة خاصة لرئيس وزرائنا أنه نتراجع عن قرارنا بعدم عمل معارض خارجية خلال الست شهور الجاية، لأن التزمنا فعلا بمعارض خصوصا المعارض الأمريكية. طيب أستاذة ماري، يعني بما أنه حضرتك ذكرتي عدد من الأمثلة للأسواق اللي بتنفتح على الملابس الجاهزة المصرية بشكل عام، بسأل حضرتك عن حاجة أكثر تخصصا، يعني إيه الخامات اللي بتشهد يعني النصيب الأكبر من هذه الصادرات؟ هل مثلا الخامات القطنية على اعتبار أنه القطن المصري طبعا يعني هو ليه جودة معروفة عالميا، أم أن هناك خامات جديدة بقى ليها النصيب الأكبر؟ هي حاليا الخامات القطنية المخلوطة هي اللي بتحظى على النصيب الأعلى في الصادرات، وطبعا البولياستر بالنسبة احنا عندنا منتجين أساسيين بنصدرهم. نقول ان الجينز هو الأعلى، يعني 849 مليون مقابل بولو شيرت وتي شيرت 593 مليون. الجينز عامة والبنطلونات القطنية بتبقى فيها نسبة خلط بسيطة للليكرا، لكن التي شيرت يا إما قطن مخلوط أو قطن خالص أو بوليستر 100%. نحتاج طبعا إن احنا نتعمق في تصنيع خامات البوليستر الرياضية اللي عليها طلب عالمي متزايد. طيب ده بينقلنا للحديث يا أستاذة ماري عن مهارة اليد العاملة المصرية في هذا المجال تحديدا. لو حضرتك تحطينا في صورة تأهيل هذه الأيدي العاملة، نوعية التدريبات اللي بيتلقوها، الفئات الأكثر تميزا عن غيرها في هذا المجال. احنا بنتيح كمجلس تصديري للملابس فرص لأغلب المصانع لتطوير التدريب عندها داخل المصانع في كذا منظومة، يعني بنشتغل مع ثلاث أربع جهات منهم اليو اس ايد وجي تاكس مينا تاكس يعني الأمريكان. معانا فرصة كمان من الاي ام سي ان هم بيجيبوا خبر أجانب للمصانع المصرية. طبعا المصانع داخلها في مدارس، أغلب المصانع الكبيرة اللي بتحقق هذا القدر من الصادرات يبقى داخلها المدارس الخاصة بها الثانوية الصناعية للحياكة، فبتطلع أجيال ملتزمة بهذه الصنعة وبأسس حديثة تخرج المنتج المطلوب من السوق العالمي. لما اتكلم عن العمالة لازم اقول ان مراكز التكنولوجيا والتدريب الخاصة بالدولة يجب اسنادها للقطاع الخاص الذي يعلم متطلبات التصدير والاسواق العالمية، هو القادر على تدريب الكوادر التي ستخدم الصناعة. اعتقد ان ده من احد المستهدفات. وبالفعل يعني في تركيز كبير في كل القطاعات وفي كل المجالات أستاذة ماري في هذه المرحلة على دايما مسألة التأهيل والتدريب بشكل عام في مصر في هذه المرحلة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة ماري لوي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.